بدأ قبل قليل لقاء وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور وزير الدولة الكويتي لبحث الأزمة القطرية ومستجداتها في ضوء زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى الدوحة يوم أمس. وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم وبحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مكافحة الإرهاب ومستجدات الأوضاع في المنطقة، كما أجرى لقاء مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات المنطقة.